ودلوقتي مشاهدينا خلينا مع بعض نروح العريش ونتابع جهود الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مع زميلنا كريم بيبر. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا محمد، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. الحقيقة انه برغم كل التطورات دي الا انه الجهود المصرية الدبلوماسية والسياسية المختلفة اللي ضغطت على قوات الاحتلال بكل الاشكال لادخال المساعدات الاغاثية الى الاشقاء في قطاع غزة لسه مستمرة، وبالفعل يعني النهاردة ثالث يوم لادخال المساعدات الاغاثية المتنوعة من مواد غذائية، مستلزمات طبية، مواد معيشية مثل الخيام. كل الحاجات دي الحقيقة بتخش من قدام بوابة معبر رفح المصرية متوجهة لمعبر كرم أبو سالم. الحقيقة إنه ده اتفاق إنه الحاجات دي تخش بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لأنه في الأول كان قوات الاحتلال اجتاحت معبر رفح الفلسطيني ومنعت دخول المساعدات من هناك، وده كمان منعت دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم، لكن المساعدات كانت بتخش من معبر رفح المصري ويتم توقفها في الناحية التانية. الحقيقة إنه المتفق عليه هي 200 شاحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية كمان تخش عن طريق معبر كرم أبو سالم. ده اللي بيخش من ناحيتنا إحنا من ناحية مصر في اتجاه كرم أبو سالم، لكن اللي بيدخل جوه بقى بالفعل من كرم أبو سالم للأشقاء في قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية، ده الحقيقة كالعادة قوات الاحتلال منذ اليوم الأول بتعرقل طبعا دخول المساعدة دي بشتى الطرق، إما إن هي تفتيش دقيق جدا أو إن هي في بعض الأحيان بترجع الشاحنات بدون أي سبب. يعني على سبيل المثال امبارح شاحنات الوقود بعد ما دخلت من عندنا وصلت لحد هناك رجعوا شاحنات الوقود تاني، الحقيقة 4 شاحنات رجعوا مرة تانية قدامنا ونزلوا اي حموله هناك، وده اللي خلى الحقيقه مستشفى الكويت امبارح يمكن اعلن مدير مستشفى الكويت اللي موجوده في رفح عن خروج المستشفى بشكل تام عن الخدمه، ده بسبب نقص المواد البتروليه والسولار، وكمان بسبب كمان الاشتباكات اللي دايره حوالين مستشفى الكويت، وده اللي بيمنع دخول يعني المساعدات الطبيه بشكل عام. وده الحقيقه ده بيتم مع استمرار القصف المستمر الصعب جدا على رفح الفلسطينيه، وكمان ادخال لواءات جديده من قبل قوات الاحتلال لرفح الفلسطينيه، والاشتباكات الحقيقة بنبقى رصدينها من أمام بوابة معبر رفح المصرية شايفينها وسامعينها في الناحية التانية في الناحية الفلسطينية. الحقيقة إنه المجهودات المصرية كمان ما توقفتش فقط عند يعني الضغط على إدخال المساعدات، لكن كمان المجهودات الدبلوماسية المختلفة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وفي محاولة للعودة للمفاوضات مرة أخرى للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. الحقيقة أن الشاحنات كمان كانت متوقفة هنا في العريش ورفح والمخازن اللوجستية ابتدت تتحرك بشكل أو بآخر جزئي، لأنه الشاحنات بتخش على مدار اليوم جزئيا، يعني مش 200 شاحنة مرة واحدة، شوية 50 في 100 في 20 في 70 وهكذا بيخش ورا بعض، ابتدت تتحرك فعلا اتجاه لمعبر رفح المصري. ودي كانت الصورة من العريش ورفح، والآن برجع لكم مرة ثانية. كل شكر ليك زميلنا كريم بيبرس من العريش، كل شكر ليك.